بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيبتي في الله، إن شاء الله تكونوا بخير وفافية. يلا اليوم جبت لكم عجينة درت بها دوزونة، درت بها شوية لدونات، درتهم غير بالسكر ودرت مملحات. هاوليك يعني جربتهم، درت غير شوية قست بيسي بكشربوا بحليب. يلا نبدأ ونشوفوا المقادير وطريقة التقديم، بلوتو طريقة التحضير، راح ديركتومون للتقديم. يلا بديت هنايا، قطعت حبيبة بصل، قطعتها رقيقة، درت لها بيان سور هنايا درت لها شويه ملح شويه فلفل كحل برك هادا ما كان. وهنايا كنت فرغت الزيت تاع بواطه تاع الطون، بواطه تاع الطون فرغت الزيت هذاك درته هنايا، ما رميتوش استغليته، هذاك هو اللي طيبت فيه هاد البصل باش نزيد البنه. خليت البصل هذاك يطيب. نجوزو الان مقادير تاع العجينه. عجينه تعرفوا خفيفه هايله وما فيهاش بزاف. هنا عندي كاس حليب دافي، عندي حبيبه بيض نحيت الصفر، ندير في العجينه غير البياض، مغرفه صغيره تاع خميره. بون نكمل هنايا، ومن بعد هنايا كاس هذا تاع الحليب زدت فوقو عمرته ثاني بالماء دافي، صافي كاس حليب وكاس ماء دافيين. وقلت لكم مغرفه تاع قهوه معمره مليح تاع بالخميره باسكو سخانه، ومغرفه كبيره تاع السكر. هذا واش درت بوغ لو مومون، هنايا حركت كلش وخليتها تتفاعل. تفاعلت يا ربي ما مدت 5 دقائق برك وبديت وكملت الوصفه ديالي. بون هنايا بعد ما غطيتها خليتها تفاعلت قلت لكم 5 دقائق، تقدروا تروحوا حتى ل10 دقائق. نكملوا دوك المقادير الاخرى. هنايا كنت درت 3 مغارف تاع زيت، زيت المائده 3 مغارف زيت، بلوتو هذاك بياض البيض، بياض البيض. وهنايا هي لك المغرفه باش نوريكم باللي درت 3 مغارف تاع الزيت. عامليك ميزوري 3 مغارف ونحطهم في الخليط، والبياض هذاك راني درتو. نقدر الملح نديرو في هذه المرحله بصح انا ما درتوش دوكا، خليته حتى من بعد. هنا نزيد الفارينه، نزيد نص باكيت تاع لا ليفور، نص باكيت تاع خميره الحلويات، وندير الفرينه بالعقل حتى نتحصل على عجينه تكون تتلاصق نوعا ما. هكذا بيان سور قد ما العجينه تكون خفيفه قد ما رايحين يخرجوا لنا واش راح تخرج لنا يعني ناجحه. هاوليك هنا في هذه المرحله نقدر دوك هنايا راح نزيد انا الملح. قلت لكم نقدروا قبل ما نديروا الفرينه تاني خاطر خلاص الخميره راهي تفاعلت. هاو البصل هذاك خلاص دوكا وطابلي، دوك نطفي عليه، هذا ما كان دوكا وطاب نطفيو عليه. هاي العجينه ندخل فيها مليح هذاك الملح ونعجنها حتى نتحصل قلت لكم على عجينه تكون تتلاصق نوعا ما، يعني ماشي بزافه. هاوليك غير ولا مسيتيها اللي تتلاصق شويه، يسينا هي تكون شادة روحها. نجمعها بيان ونخليها تخمر. هاوليك هنايا درت 2 بوا تاع الطون، درت شويه فخوماج كان عندي غابي، وهذه موتزاريلا قطعتها اون بتي مورسو وزدتها للخليط هذاك. هاي العجينه بعد ما خمرت بعد ما ضاعف الحجم تاعها نحليتها، بديت بلي دونات. هاوليك المول تاعهم بديت بلي دونات، نحيت شويه نحيت كركوزين برك يعني ماشي حاجه، قلت لكم قست بيسي. والباقي درت شكلين دوك دوك تشوفوا. هادو من بعد درتهم في سنيوه وخليتهم يخمروا في غرتهم. انا بيان سور البلون طرافاي دائما نديروا له الفرينه. هاوليك هنا حليت مستطيل، السمك تاعو كان يا ربي 2 مليمتر باسكو عباكم حيخمر، دونك حليتها يا ربي 2 مليمتر. نحط الحشو هكذا في الجانب، نتوما ديروا حسابكم باش من بعد كي تتغلق
حتى للطرف هذاك، باش من بعد نزينه بهذوك الشرائح اللي قطعتهم. انا جوست يعني للتزيين فقط، اما كل واحد يدير على حساب. المهم العجينة كل واحد يدير على حساب كيما يحب هو، الشكل اللي يحبه. انا بيان سور راح نتحصل على زوائد، رايحه نحيهم من بعد. انا كل واحد وطريقه التزيين تاني، انا كاني درت على شكل طفيرات وخلاص. وبعد هذوك الزوائد كامل نقطعهم بالموس. انا هذوك لي دونات كنت نستنى في خاولة جيت نحيهم نديرهم في سنيوه. هاولي كل نوع الاخر اللي سوفلي قطعتهم بالبول كيما كتشوفوا. معليش ما تقطع ليش بيا، وبعد كملت بالمقص جوست باش يكون عندي لا ميزور هذيك ونتبع لي تراس. وقطعتهم هاوليك هنا درتهم جوغ دو سوفلي. والعجينه اللي بقات قلت على بالكم انا نكره هذيك تاع حلو عاود، درتها سوفلي كبيره. يعني هذيك المقادير اللي عطيت لكم خرجت عجينه الله يبارك، خرجت كونتيتي مليحه. وكان درتهم غير لي سوفلي، كنت بالك نلحق حتى العشرة حبات ولا اكثر. شوفوا درت دي رونديل غلقتهم بيان سور هكذا بيدي، من بعد جبست لهم بالفرشيطه باش نتاكد انه ما يخرجوش. واللي تخاف تقدر تشمخ لي بوغ هادوك، تشمخهم غير بالماء ولا بالبيض هكداك باش السوغ ما يتنحاوش. هنا درت لهم لا دوغور، قلت لكم بداك جون دوف زدتلو بوك شويه حليب. انا درتو هنا ندير الشكل هذاك غير بالفرشات، خليتهم يزيدو يخمروا شويه. انا طيبتهم، شوفوا كمان الشكل هذاك وبان طيبتهم بيان دوغي من الفوق. هاملك هذوك البنيه جبت لهم في السكر، قلت لها غير السكر خلينا بيسك شويه، سي با لا بان شيكولا وكذا. توري كاولا غير ناجحه هاد العجينه، تقدروا تعتمدوها في عده معجنات. انا عجبتني على كل حال. هاوليك شوفوا كي جات فريمون خفيفه، اقسم بالله غير جا خفيفه. خا سمحوا لي حلفت، نورمالمون ما نحلفش، مي تالمون جيتي ساتيسفات بها، يعني كنت فرحانه بهاد العجينه. هاملك خياتي شاهدكم في الجنة، جربوا هالوصفة هذه ما تندموش عليها، مليح تدوهم حتى الرحلات تاعكم. يلا نقولكم في أمان الله، ما تنسوش الإعجاب. السلام عليكم.